بنشكر حضرتك على حسن تعاونك وعلى تلبية الدعوة ووجودك معانا مع طلاب جامعة ميد أوشن. يمكن احنا الجامعة عندنا كلية الإعلام والتسويق، عندنا برنامجين في الإعلام الرقمي وفي التسويق الرقمي، بيشمل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه أيضا حديثا. فعلى هامش العملية التعليمية بنكون طول الوقت حريصين إن احنا ننظم للطلاب لقاءات مباشرة مع أصحاب بقى الخبرات والممارسات العلمية في مجالات تخصصهم، فإن شاء الله تكون جلسة سرية وإن شاء الله يستفيدوا من حضرتك بإذن الله. أيضا بنبارك لحضرتك على مؤلفك القيم طبعا بعنوان سيكولوجية التسويق، ويمكن ما يلفت الانتباه لي إن هو بيتكلم على التسويق من الناحية النفسية أو الجوانب العاطفية، ويمكن دي من الأمور اللي قلائل جدا ما يتعرضوا ليها، لأنه دائما ما يتم الحديث عن التسويق من الناحية المادية أو الاقتصادية أو من الناحية المهنية. فنتمنى إن أنت إن شاء الله نبدأ مع حضرتك وتعرفنا ما المقصود بمفهوم سيكولوجية التسويق. تفضل. طيب، بداية أسعد الله مساكم بكل خير ويعطيكم العافية على كرم الضيافة وعلى حرصكم أني أتواجد اليوم بين الأشخاص المهتمين كطلاب أو حتى ناس من المحبين والمهتمين في مجال التسويق والإعلام، وهذا دليل على حرصكم على تطوير الناس في المجال عندكم في الجامعة وحتى في مثل هذه الملتقيات. بعرف عن نفسي بشكل بسيط، أنا عصام الدميني، مستشار تسويق ممارس في المجال لأكثر من تقريبا 10 أو 9 سنوات. الحمد لله، يعني كأسست العديد من المشاريع التجارية هذه، سواء كشركات تسويق أو شركات استثمارية مختلفة. باحث دكتوراه حاليا في تسويق المدن، خلصت مرحلة البحث وإن شاء الله التخرج قريبا بإذن الله. كتابي سيكولوجيات التسويق كان من أعلى مبيعا في خلال الفترة الماضية. لحظات بس، تقريبا الضيف خرج. دقيقة واحدة. تمام، هو بس الضيف خرج تقريبا، في مشكلة في الانقطاع الاتصال عنه، وإن شاء الله في انتظار. المعذرة، ما أدري صار شيء في النت أو شيء، تمام، مفيش أي مشكلة، تفضل. أعطيني بس الهوست بس عشان الكام. طيب، آخر نقطة اللي وصلت لها، أنا قاعد أتكلم عن الكتاب وسيكولوجيات التسويق. طيب، الصوت واضح؟ تمام، تفضل. طيب، بالنسبة لسيكولوجيات التسويق اللي هي عنوان ندوتنا الليلة واللي هو جزء أساسا من عنوان لكتابي اليوم، التسويق صار تطور مفهومه، تغيرت سلوكيات الناس وتغيرت حتى موضوع التواصل والإقناع والعملية التسويقية ككل. الأساسيات موجودة والأساسيات هي ثابتة، لكن اللي تغير كيف ممكن حنا نستخدمها. بمعنى اليوم أنا العميل بالنسبة لي يمر بثلاث مراحل رئيسية، اللي هي لفت الانتباه، الأمر الثاني الإقناع، الأمر الثالث إني أخليه يدفع أو إني يشتري أو إني يتخذ قرار معين في هذا الجانب. هذه السيكولوجيات أو هذه التصرفات هي معنى سيكولوجية، أو وش نقول كيف ممكن الإنسان يتصرف أو كيف طريقة التعامل مع هذه السلوكيات أو هذه التصرفات. فبناء عليها اليوم لازم نعرف كيف يفكر العميل، كيف ممكن حنا نفهم العميل، كيف نوصل لقلب العميل عشان حنا نقدر نحقق الهدف، سواء كان بيعي، سواء كان ظهور، انتشار، إلى آخره. هذه من الأهداف الرئيسية. تمام. طيب، سمي. لا، اتفضل، حضرتك سامعين.
لا انا بقصد بس بدا اترد او بيكون في اسئله مباشره عادي اللي يريح. تمام. انا برضو يعني على حضرتك برضو ليك كتابات مميزة، فكان من ضمنها برضو حديثك عن ما يعرف بالتسويق العاطفي. فطبعا احنا معتادين في مجال الاعلام ان احنا بنتكلم دايما على انه اي حد بيتعامل مع جمهور بيستعمل نوعين من الاستمالات، يا اما استمالات عاطفية يا اما استمالات عقلية، يعني بتخاطب العقل، بتستخدم ارقام حقائق. فهنا ما المقصود بالتسويق العاطفي، وايه اهم الاستمالات اللي بتستخدم في هذا الاطار؟ طيب التسويق العاطفي اني استهدف شعور او مشاعر الانسان واخليه يتاثر باي طريقه كانت، التاثر هذا هو يصب في مصلحتي بشكل او باخر، بمعنى انه يشتريه، انه يتعامل معاه، انه يتواصل. التاثير هذا يعني في طريقه ذكيه اليوم في التسويق انك توصل لمشاعر العميل. بمعنى اليوم لما اسوي اعلان عن شركه ابل، أبل وش تبيع؟ هل هي تبيع مثلا جوال أو منتج معين؟ لا، قاعدة تعطينا نوع من الشعور بالفخامة أو اللاكجري، قاعدة تعطينا شعور بأن الجوال أكثر أمانا، أنك قاعد تاخذ تجربة جميلة في موضوع التصوير والأشياء هذه. الشعور هذا اللي خلق أو انصنع بشكل أو بآخر خلانا اليوم حنا نشتري، وحنا يكون عندنا نوع من الولاء لهذه العلامة التجارية. ما سوق لها بطريقة مثلا في هذه الخدمات فقط، او ان ترى الجوال يحتوي بس على 4 كاميرات ويحتوي على، لا، الموضوع اكبر من كذا. قاعد يعطونك تجربه فيها نوع من الاستمتاع، فيها نوع من الثقه، فيها نوع من الفخامه. هذا الشيء خلاه يحقق نتائج اعلى. في اليوم انت لما تبحث عن كثير من الشركات الاعلانيه سواء على مستوى الخليج او على مستوى العالم، تغير المفهوم، اصبح يخاطبون المفاهيم والمشاعر اكثر مما يخاطبون العقل والمنطق. لان اليوم انت تخاطبني بالمنطق ممكن ما يقنعني، ممكن اليوم تقول لي ترى الفيلم راح يعطيك مثلا سيناريو معين حول تجربه في 1 2 3. طيب انا ممكن اشوفه واقول لا، ما جاز لي الموضوع، او ما ايدته، او ما تعاطفت معه، او حتى ما قررت ولا اقتنعت بشيء. لكن لما انتقل الى مرحله التاثير العاطفي، هنا لا، انا قاعد اكسب نقطه لصالحي من هذا الشخص او من هذا الطرف في تنفيذ الرغبات اللي انا احتاج انه يسويها. تمام. طيب برضو في نفس الإطار الخاص بالتسويق العاطفي، احنا يعني دائما ما بنسمع كلمة استراتيجيات التسويق، ودي هي أساس المهنة اللي لازم أي حد بيشتغل في التسويق هيفهمها. طيب هنا من الناحية العاطفية، شايف حضرتك إيه أبرز استراتيجيات التسويق اللي ممكن يستخدمها المسوقين بحيث ينجحوا فعلا في إحداث التأثير والترويج، طبعا سواء للخدمة أو السلع اللي هم بيسوقوا ليها؟ هي ما هي استراتيجيات، لكن انا راح اقول بعض المفاهيم او بعض الاشياء اللي اذا فهموها راح يعرفون انها هي احدى الوسائل. بمعنى اليوم لو انا قاعد اصور اعلان لمطعم، او ابي اسوي استراتيجيه تسويقيه لاحد المطاعم، وابغى استهدف العاطفه، طيب كيف ممكن اسوي الشيء هذا؟ لازم افكر بشيء يثير الرغبات، مثلا طريقه التصوير، طريقه الفكره، المسؤوليه المجتمعيه، من خلال مثلا والله مثلا عندنا بعض البراندات تحط مثلا على كل كوب قهوه انه يروح لجمعيه انسان او جمعيه كذا جزء من المبلغ. هنا الناس بدات تتعاطف ويصير عندها نوع من الدعم لهذا المنتج. او يجيك براند دائما اعلاناته للاطفال او يستشعر العائله والفرحه والامور هذه، هنا قاعد يؤثر على موضوع العاطفه. الامر الثالث انك تخلق تجربه، التجربه هذه تكون من واقع حياه. بمعنى اليوم انا لو بروح المطعم هذا راح اشعر بالسعاده والضحك، وراح اصنع تجربه مختلفه مع مثلا اهلي او مع زوجتي او مع ابني او مع مثلا الشخص اللي انا طالع معه. صناعه التجربه هذه اللي تخلق تصرف جديد او نوع من الاريحيه او نوع من السعاده هي شعور، لكن ما راح اعلن عنها بشكل مباشر اقول ترى المطعم يجيب السعاده. طيب كيف ممكن يصير الإعلان إني أحقق التجربة هذه؟ أعطيكم مثال يمكن يكون أوضح. اليوم شاشات ال جي، أنا قاعد أذكر براندات من باب التوضيح، مع إن الكثير يمكن يقول لا خلينا بدون ذكر أسماء. براند ال جي اللي هو السلوجن حقهم لحياة أسهل. طيب كيف حققوا الشيء هذا في منتجهم؟ يعني وش سووا علشان إن فعلا أقتنع إن الشاشة هذه أو المنتج انها تعطيني حياه اسهل مقارنه مثلا بشاشات سوني او بشاشات اي براند ثاني، سامسونج وغيره.
اللي سووه الجي انهم صنعوا منتج اللي هو الريموت كنترول، الريموت التحكم بالشاشه بطريقه ذكيه، انه يسهل فيه زي الماوس اللي هو حركه التقليب والتحريك عن طريق الماوس، وحاز على حتى على براءه اختراع وتجربه مختلفه يعني مختلفه بين الشاشات. هذا الشيء حقق السلوغن او التاج الخاص فيهم او هدف الحمله. فدائما لما انا اصنع شيء واركز عليه في حمله لازم اوصل الشعور هذا للناس فعليا واخليهم يقتنعون اني انا اليوم قاعد اؤثر فيهم وان المنتج راح يحقق لهم شيء جديد ومختلف. تمام، انا برضو بنوه للطلاب ان هم لو في اي تساؤلات يكتبوها في الكيو اند اي وان شاء الله هنقراها تباعا. طيب، ارتباطهم برضو بالفكره اللي حضرتك اتكلمت فيها وانه ازاي اخلي الجمهور يرتبط عاطفيا مع الاعلانات الخاصه بالمنتج او الشركه، انا بلاحظ مؤخرا فكره استخدام ما يعرف بالسرد القصصي، او انه الاعلان بيشبه القصه، بتكون مثلا ممكن يكون على حلقات بتحكي حدث معين وبيكون فيه بطل وحدث وعقدة وحل، وفي النهاية بيوصل مثلا لحل بقى اللي هو يخلي الشخص يرتبط بالسلعة. فهل توافقني برضو ان ده يعتبر نوع من انواع الاستراتيجيات المرتبطة بالتسويق العاطفي؟ هي قاعدة اليوم عندنا، كيف طريقة الوصول للعميل وش اللي ممكن فعلا يؤثر فيه هو أسلوب. من ضمن الأساليب اليوم الأسلوب السرد القصصي، لأن هنا قاعد تخلق قصة، ممكن القصة هذه يصير فيها نوع من المتعة، نوع من التعاطف، نوع من الرغبة في الدعم للمنتج هذا، كمان سهولة الاستيعاب، الناس راح تتذكرها بشكل أكثر. القصص متداولة، القصص سريعة الحفظ، القصص مؤثرة، فهذا جزء من العملية التسويقية في موضوع السرد القصصي. لكن القاعدة الرئيسية اليوم حنا نستوعب الناس كيف تفكر وكيف ممكن حنا نوصل لهم. مثلا شخص، أنا لو عامل البراندات اليوم في استراتيجية التسويق كمعاملتي للأشخاص، في والله شخص لو جيت بموضوع مثلا الدين راح يتجاوب معي، في شخص لو جيته بمبدأ مثلا المنطق راح يتجاوب معي، في شخص لو جبنا له مثلا شيء في الأطفال مثلا البنات وكذا ممكن يتجاوب أكثر. نفس المبدأ في واحد لا، لو تجيت على مبدأ كبار السن ودعم المرضى ممكن راح يتأثر. الأشياء هذه هي كلها مؤثرات راح تصنع تجربة مختلفة. الناس لما تعرف شيء يؤثر فيها راح تستجيب. أنت اليوم لما تفهم أن الناس هذه تتأثر بالتصرف هذا، أنت راح تتعاون معهم بشكل ذكي وراح تشوف كيف تؤكل الكتف وكيف فعلا العميل يستجيب معك أكثر وأكثر. تمام. طيب، برضو ما حضرتك يقطع معايا؟ الصوت، لأن أحيانا ترى تجيني أشياء تعرف كذا الصوت تمام. تمام، كده تمام مظبوط. برضو ثواني ثواني بس ماشي، ثواني. تمام اتفضل. طيب تفضلي. تمام، برضو ارتباطا بفكرة النواحي العاطفية، احنا عارفين انه من ابرز التحديات اللي هي ممكن تواجه التسويق اللي هي الفترات اللي بنقول عليها فترة ازمات عامة، فترة كده ازمات طارئة زي مثلا ما حصل ساعة جائحة كوفيد 19، فدي كانت اثرت طبعا بشكل سلبي وبتمثل في حد ذاتها تحدي. فحضرتك شايف انه ازاي المسوقين يتعاملوا بقى مع فترات الازمات ويقدروا ان هم يوظفوها او يستفادوا منها ان هم يستمروا في نفس الاستراتيجيات يعني بتاعتهم؟ الأزمات هي فرصة لصناعة الفرص، أنا أعتبرها يعني دائما الأزمة هي تخلق فرصة. فدائما الواحد يعني لو بنعطي مثال، يمكن تعرفون شوكولاتة فليك، أو في شوكولاتة اسمها فليك عندنا في السعودية، هذه موجودة في أكثر من دولة. المنتج هذا كان عندهم مشكلة، هم ما كانوا يصنعونه بالطريقة هذه، كان عندهم منتج جودته كويسة وشكل طبيعي، فجأة
ما صار الماكينة صار فيها خلل، صارت تعطي شوكولات كذا، يصير زي كأنه زي التراب، ما يقدر يتماسك ولا يكون مثلا شكل معين. فحاولوا يمين يسار انهم يحلون المشكله هذه، ما عرفوا. جاهم شخص وقال لهم من ضمن الفريق، قال خلاص ليه احنا ما نسوي هذا المنتج، يكون منتج جديد وهذه فكرته، انه يذوب مجرد انك تاكله، وانه يكون كذا معجون مو مرتب. فاطلقوا المنتج هذا، المنتج اليوم صار اعلى مبيعا داخل الشركه. طيب، وفعليا يعني نجاح اكثر من المنتج الرئيسي اللي كان عندهم. خلقوا من الازمه هذه فرصه. هذا مثال. المثال الثاني، اليوم لما الشركات يعني تحاول انها تصنع يعني حراك تسويقي، غالبا للاسف اكثر الشركات تلجا للتسويق في الازمات. يعني انهم عندهم مشكله في البيع، ما في شغل، ما في حركه، فيبدا يبحثون عن حلول تسويقيه. هنا المسوق صار يحل ازمه اكثر ما هو قاعد يحط استراتيجيه تسويق او تطوير او نمو. فعشان كذا لازم نستوعب ان اليوم انا عندي مشكله، عندي ازمه، احاول اصنع منها فرصه. والله مثلا تحدي كورونا، الناس تحولت الى الاونلاين بشكل كبير، صار في مساحات، صار في دورات، صار في هاكاثونات رقميه بشكل كبير، صار حتى المنتجات، مثلا شركه كوكاكولا او شركه بيبسي او غيرهم، ايام ازمه كورونا الناس كانت تخاف انها تشتري المنتجات عشان ما يجيهم، ما يتأذون من انتقال الفيروس او انتقال العدوى او المرض. فهم سووا فكره، سووا غطاء كذا بلاستيك على العلبه، بحيث انه العلبه معناها ما تنمس، عادي تقدر تشيل هذا وتغسل يدك وتشرب وانت مطمن. رجعت مبيعاتهم بشكل كبير من خلال الاستراتيجيه التسويقيه هذه، اللي هي اضافه ستيكر بسيط على المنتج ويعطيك نوع من الطمأنينه، لانهم فهموا سلوك العميل، وصلوا ممكن يفكر فيه انه هو قلقان من موضوع انه ما يشتري من برا عشان ما تجيه امراض. فوالله خلينا نحط له المنتج هنا، المنتج البسيط هذا اللي ما راح يكلف شيء، ونطلق حمله كويسه، نحن حريصين على صحه و يعني جسد العميل هذا، ما يجيه مرض، ما يكون هو عرضه لاي مخاطر. الانتباه هذا والحرص والحفاظ عليه خلق نوع من يعني التسويق القوي لهذا المنتج، والناس بدات تشتري وهي مطمنه، حتى لو كان في بعض مثلا السلبيات او التحديات، لكن في الاخير نجحت العمليه التسويقيه بشكل كبير. فخلاصه الكلام اللي انا بوصله، دائما الازمات اذا ما فكرناها فيها بشكل جيد راح يعني راح تكبر وراح تصير عندنا مشكله، لكن اذا فكرنا فيها من ناحيه تسويقيه كيف ممكن نحلها، بالعكس هي راح تكون هي وسيله ودافع ان نحن نخلق المزيد من الأفكار والحلول البديلة اللي راح تكون على مدى أطول من موضوع استراتيجية التسويق. طيب، برضو ارتباطهم بفكرة الأزمات، لو اتكلمنا بقى عن أزمة بتتعرض لها المؤسسة في حد ذاتها، أو المنتج مثلا بيتعرض لتشويه لسمعته أو حملات مضادة، فهنا إزاي بقى تبدأ المسوقين يعالجوا هذا الموضوع ويتصدوا مثلا لحملات خاصة بتشويه صورة ذهنية بقى، سواء لمؤسسة أو سلعة أو خدمة؟ الحملات المضادة ضد الشركات أو ضد المؤسسات عموما، على حسب أنت اليوم لما وداوه بالتي كانت هي الداء. اليوم لما شخص يقول لك والله الشركة الفلانية مثلا نصابين، لا تصدقونهم، ترى ما يعطون أو ما يسوون. طيب كيف ممكن أثبت العكس؟ من خلال حملات عكسية، أني أثبت الشيء هذا، أن من خلال المؤثرين، مثلا الناس اللي الناس تثق فيهم، دام والله فلان ظهر فهو اعطاني نوع من الثقه ان هذه الجهه معروفه وما هي جهه وهميه. مثلا الحملات الاعلانيه من خلال المخرجات اللي تطلع فيها، اخر اعمالنا، اخر اصداراتنا، اخر هذه، تعطيني لهم تجربه، يعني ما هم مثلا نصابين. كمثال، المبدا الثالث مثلا قوه المخرجات اللي عندهم، مثلا والله لا شوفوا هذا جزء من العمل القوي اللي اشتغلناه خلال الفتره الماضيه. السلوكيات هذه راح توصل للناس، لكن ما دائما ظهور هذه الاشياء يكون لازم نستخدم اسلوب نوصله للناس، نفس اللي صار مع مثلا الحمله العكسيه. بمعنى اليوم لو 100,000 شخص شافوا حمله ضدك، يفترض ان اليوم على الاقل ال 100,000 منهم 70,000 او 50,000 يشوفوا الحمله العكسيه اللي بينت انك لا، انك انسان كويس او جهه كويسه. ما اجي اسوي شيء كويس واخبيه على ثلاثه اربعه واسوي حمله مره ضعيفه، ما توصل.
هنا ما استفدت شيء، انا كاني اليوم قاعد اتعب وابذل جهود اني ابرر بس ما في احد يسمعني، فلا بد اني اليوم دامني فكرت وحطيت استراتيجيه مضاده اني فعلا اوصلها للشريحه هذه قدر المستطاع. تمام. طيب برضو سؤال تاني اللي هو خاص بما أهم مقاييس أو مؤشرات الأداء اللي هي حضرتك شايف إن هي الأفضل لقياس مثلا نجاح حملة تسويقية أي شركة أو مؤسسة بتقوم بيها. الصوت أول شيء واضح، لأن في واحد يقول الصوت معلق. تمام. الإخوان لا الأخوات تمام اللي معنا هل تسمعوني زين؟ لا اه تمام طيب دائما الناس يعطيكم العافية، خلاص كويس دام زين. العميل يفكر بحاجة واحدة أو شيء واحد اللي هو يهمه، وهو هو محور التركيز عنده، الكاش، إنه يبيع، إنه يحقق فلوس، إنه يجيب فلوس. فلما انا اجي اقول لعميل ترى احنا سوينا لك استراتيجيه وتعبنا وخططنا وكذا، اوكي حلو، هي في الاخير هي معايير ومقاييس اداء كثيره، لكن النهايه هو يفكر بشيء واحد، انه والله ما حققت لي دخل، ما جبت لي مبيعات، ما جبت عملاء، في الاخير كل الجهود هذه يمكن ما تصير عنده لها اي قيمه. لكن من الذكاء اليوم اني انا احلل وضع المؤسسه واعرف في اي مرحله. بمعنى لو جاني شركه براند عطور مثلا او براند خدمات، طيب وقال لي يا عصام انا ابغى اسوي حمله او احتاج حمله تسويقيه للبراند حقي، وش المستهدفات، وش المطلوب مني؟ يقول والله انا ابغى ابيع 1000 حبه عطر. طيب اقول له طيب ابشر، خليني اطلع على اول شيء على وضعك، وش الحملات السابقه اللي سويتها، حساباتك في السوشيال ميديا، شغلك السابق وش سويت. اذا اكتشفت انه لسه ما بدا ولا عنده شيء، وما في شيء حتى قوي وتو، بسم الله الرحمن، هنا بعتذر منها، اقول له ترى الهدف اللي انت حاطه ما راح احقق لك مبيعات من اول حمله. انت تحتاج اويرنس اللي هو الوعي والانتشار للعلامه التجاريه، بعدها انت تحتاج تحقق المبيعات، بعدها ممكن يكون هدف ثالث. هنا لازم اراجع. ففي الثلاثه المعايير هذه اللي لابد كل عميل يستوعبها وكل مسوق يعرف يوصلها للعميل عشان يجيك. مثلا يجيك واحد اخر عنده براند، نفس البراند عطور، يقول لك والله انا احتاج اني استهدف الناس اللاكجري، الناس اللي عندهم قوه الكاش عندهم اعلى، الناس الاغنياء بمعنى اصح او بمعنى اقرب، يبغى يستهدفهم. لما اشوف تفاصيل المنتج والحملات السابقه انها ما صارت، يعني ما حطت او ما صنعت التموضع هذا، هنا بقول لها لا، انت في مرحله لسه ما وصلت للشيء هذا. الثلاث المراحل عشان تتصوروها معي، اول شيء الاويرنس اللي هي الانتشار والوعي بالعلامة التجارية، المرحلة الثانية اللي هي السيلز اللي هي المبيعات، المرحلة الثالثة البوزيشننج اللي هو التموضع أو مكانة، كيف ممكن أصير مثلا براند غالي أو براند للعائلة أو براند رخيص سعرها أقل أو براند بسيط أو براند. الاستراتيجيات هذه عشان أنا أضمن أني أعطي للعميل النتائج، لازم أنا أعطيه المحددات عشان بكره اذا ما جبت مبيعات اقول له ترى كان 80% من هدف الحمله هذه اويرنس، انتشار، واليوم عندي ما يثبت الامبرشن، الظهور، الدخول، الوصول، كلها عندي مؤشرات اداء اني حققت الهدف هذا. بالنسبه للمبيعات والله هذه عندي التقرير، روابط التحويل على الموقع او المتجر كانت مره عاليه، بالنسبه للمتجر كان في مشكله لان الناس دخلت وفي سلال متروكه كثيره، عندكم مشكله في التواصل الدعم الفني، ابدا احط المعايير الصحيحة اللي فعلا تقنع العميل، ما هو بس اني ارجع الغلط عليهم وابرر لنفسي كمسوق اني انا سويت اللي عليه. اليوم التسويق لازم يكون عندك استراتيجية نجاح اكثر مما هي استراتيجية تسويق. اليوم انا اجيك كمسوق ابحث عن نجاح، يعني من القصص اللي مريت فيها احد العملاء لي كان عنده مطعم، المطعم هذا في الرياض، سوينا له استراتيجية، سوينا له حملة، سوينا له مجموعة من الاشياء وكانت ناجحة الحمد لله. التواجد على المطعم كان مرة مزدحم والناس جات وصار في حركة كويسة. فجانا بعد كم يوم كذا انخفضت المبيعات بشكل كبير، ما عاد صار في شغل، في مشكلة، يعني ما نجحت الحملة. فلما جينا نشوف ايش النقاط، بدينا نتابع الاستهداف، المؤثرين، الترويج، الامور هذه، قاعدين نشوف انها تمام. فبديت انا اسوي ابحث عن مشكلة، وين المشكلة؟ في شيء غلط. الين وصلت ان في مشكله في البطاطس، تخيلوا، يعني تخيلوا انا مستشار تسويق واكتشف مشكله في البطاطس داخل المطعم. البطاطس اللي كانوا جايبينه
بطاطس إدام مو بطاطس شيبس، يعني ينفع يكون لين جدا طيب، ما ينفع يكون شيبس بالمعنى هذا. فالناس لما تشوفه كذا كأنه ميت نايم البطاطا، فتحس انه بايت او ان الزيت ما كان جيد او ان البطاط خربان، فصار في تراجع في المبيعات. هذه كانت واحدة من الأسباب. الأمر الثاني كان الكاشير اللي كان موجود في المطعم كان عنده موقف سلبي من صاحب المطعم، وبدأ يسوي مشكلة مثلا مع الزبائن. فتخيل اليوم اني لما ارفع تقرير اقول له ترى عندك المشكلة في الكاشير الموجود، العميل هنا انصدم، راح يشيك، فعلا اكتشف الشيء هذا وقال فعلا هذا هو السبب. فما اجي اقول انا مسوق يفترض بس اركز في المجال الرقمي والتحليل والاستهداف، لا، اليوم احيانا تكون المشكلة في زاوية مختلفة تماما، لابد انت تعرف كيف تعالج هذه المشاكل وتعرف شو الاسباب، وايضا تضمن على الاقل نسبة كبيرة من النجاح. مو الموضوع بس بسوي دوري وقضينا، لا، لازم فعلا تحقق النجاح المطلوب منك لعميلك. تمام. برضو يمكن ارتباطا بنفس المثال اللي حضرتك ذكرته، انه كنت عايزه اسال حاجه، ايه افضل طرق التسويق؟ يمكن من ضمنها، يمكن فهمنا من كلام حضرتك انه جوده المنتج والتعامل طبعا مع العملاء بشكل مباشر ده جزء، ولكن احنا دلوقتي طول الوقت بنسمع على طرق تسويقيه جديده ومتنوعه وفيها طبعا ابداع طول الوقت، ودايما بيبقى في مقارنات ما بين انه الاساليب اللي هي بنقول عليها اوفلاين او التقليديه ومقابل الاساليب الرقميه، ومنها طبعا استخدام منصات ومواقع التواصل الاجتماعي. فحضرتك شايف بتبقى انهي اكثر فاعليه؟ طيب شوفوا، عشان نتفق، التسويق هو تسويق من اول والحين وقديم. الاستراتيجيات في اشياء ثابته هي اساسيات، القنوات تغيرت او الفرص الموجوده هي اللي قاعده تتغير. مثلا اليوم عندنا التيك توك داخل بقوه في موضوع الترويج والتسويق، سناب كمان، قبل مثلا كان الفيسبوك مثلا اكثر، قبل كان الجوجل اكثر، يوتيوب اكثر. التغيرات هذه كقنوات مثلا سوشيال ميديا لابد ان احنا نتحول معها. جوابا على سؤالك وش اللي ممكن نختار طريقه التكامليه، سر نجاح اليوم من الاسرار المهمه في نجاح الاستراتيجيات التسويقيه التكامليه. بمعنى اليوم لما اسوي حمله مثلا مع مشهور ممكن ما تجيب نتيجه، اسوي حمله ترويجيه ممكن ما تجيب نتيجه، اسوي اشتراك تعامل. التكامليه انه فعلا عندي مؤثر، عندي حملة ترويجية، عندي طريقة تواصل جيدة، عندي عرض مميز، عندي تجربة عميل رائعة. لما تجتمع الأشياء هذه النتيجة ترتفع، هنا ممكن تحقق الهدف. لكن لما أسوي مثلا حملة مع مؤثر جدا عالي ثم أطلع أن تجربة العميل بالنسبة للمتجر أو للمنتج سيئة، هنا أنا خسرت. ممكن بالعكس، أنا الحين روجت لنفسي أن أنا سيء أكثر ما أنا روجت عشان أستفيد. لابد أن يكون الموضوع تكاملي. والتسويق يعني لو نرجع لموضوع المزيج التسويقي اللي ذكرتها في أكثر من محطة، هي أربعة: المنتج والتسعير والتوزيع والترويج. يعني بداية التسويق أنه مهم أن يكون حتى من المنتج الجيد يحتاج تسويق وليس يسوق نفسه. لكن على الأقل لما أسوق الشيء هذا وأعرضه، أنا فعلا قاعد ألفت انتباه لشيء الناس تشتريه وناس تأخذه. ايضا التوزيع، وين يكون، هل اوفلاين اونلاين، وين القنوات المميزه اللي راح الناس فعلا تستجيب وتاخذه. يعني ما اروح ابيع في مكان ما له سوق او ما له طلب او في مكان ما له جمهور هناك. فدائما هذه مهمه. التسعير، هل انا سعرت بالشيء اللي ممكن يخلي الشخص فعلا يتقبله ويقتنع فيه ولا ما هو مقتنع. اخر شيء الترويج، اللي هو سواء عن طريق المشاهير او الاعلانات الترويجيه، هنا المرحله الاخيره. فلما يصير التكامليه هذه يصير في نجاح، ما في تكاملية في مشكلة. تمام. برضو يمكن حضرتك ذكرت احد الاساليب اللي انتشرت مؤخرا، وهي فكره استخدام المشاهير او المؤثرين الانفلونسر على مواقع التواصل الاجتماعي كاداه طبعا تسويقيه وبتحقق ارباح. فحضرتك ايه تقييمك للظاهره دي يعني مع او ضد؟ صحيح، انا نزل لي مقال قبل كم يوم في هارفارد، اللي بخصوص ان المحتوى اللي ينشره هذا المحتوى يؤثر اكثر من المحتوى اللي تنشره العلامه التجاريه. بمعنى اليوم لو ان عندكم منتج سين، اوكي، سواء خدمه او منتج، وانتم قاعدين تروجون عنه في حساباتكم الرسميه كعلامه تجاريه، معدل اني انا اروج لكم
على معدل ترويجكم انتم يصير تقريبا اعلى ب 60% الترويج الشخصي. الناس تثق بالتجربه الشخصيه بنسبه 65% اكثر من ثقتهم بتجربه العلامه او بترويج العلامه لنفسها. في اليوم لما تلقي الايفون مثلا او ابل عموما ما يقدر ينزل فلوجات ان تصوير الجوال ترى كويس، لا، معتمد على مجموعه من المايكرو انفلونسر او الانفلونسر ينزلوا تجاربهم، تصويرهم، يومياتهم، اعلاناتهم من خلال التصوير بالجوال هذا. فالناس تقتنع، الناس فعلا يصير عندهم نوع من الفضول والرغبه انهم يثقون ان هذا المنتج فعلا تصويره جميل. بعكس اني انا امدح نفسي كعلامه تجاريه واقعد اقول انا تجربه خدماتي كويسه او شغلي كويس او راح اعطيكم واسوي لكم، لا، الناس تحتاج، يقولون اسال مجرب ولا تسال طبيب. هذا المبدا ممكن انتشر، مع انه بغض النظر اني اقول انه صح او غلط، بس كمفهوم عند الناس تخيل انه يقول لك المجرب يقتنع فيه اكثر من الطبيب اللي هو مختص. فما بالك اليوم لو بقتنع من خلال شخص منشئ محتوى ويجرب الخدمه او اثق بمقدم الخدمه، واضحه يعني ما يحتاج لها حتى اثبات، رغم اني انا حطيت يعني التحليل والارقام من مصادرها وموجود المقال في حسابي في تويتر بكافه الاحصائيات والتفاصيل اللي تؤكد هذا الشيء. فالتجربة الشخصية مرة مهمة، والإعلان مع المؤثرين والأشخاص هذول يصنع فرق كبير، لكن لابد أن تكون العملية تكاملية، والشخص اللي يعطيني تجربته لابد أني أدخل حساب الشركة وألقاها كويسة، أدخل المحتوى وأشوفه كويس، كل التفاصيل هذه تعطيني نوع من الثقة أني أنا آخذ هذا المنتج. تمام. طيب برضو يمكن سؤال انا اتوقع ان هو يكون بيدور في ذهن الطلاب، انه ايه ابرز المهارات اللي يجب ان يمتلكها المتخصص في مجال التسويق، سواء كانوا هيعملوا بقى تحت لواء شركة معينة ان شاء الله بعد ما يتخرجوا، او ان هم هيأسسوا شركات خاصة بيهم. فايه ابرز المهارات اللي حضرتك شايف ان هي تتوفر فيه، لانه البعض قد يكون لديه قدرة طبعا على الاقناع وده مجرد مهارة واحدة، والبعض التاني قد لا يشعر ان هو عنده الملكة دي او الموهبة، فهل ممكن برضو ايه المهارات اللي يقدر ينميها مع الوقت؟ طيب، المهارات اليوم تغيرت بشكل كبير، يعني حتى اليوم السيفيات اللي نرسلها مثلا التعامل مع الضغوط، المرونة، خلاص هذه تعتبر جزء من الحياة اليوم. إذا ما تعرفها هذه ما يحتاج تحطها لميزة، هذه تفترض أنها تكون فعلا فيك موجودة. لكن اليوم المسوق الشاطر أو المسوق المطلوب أو المسوق اللي راح بكرة ينجح في تأسيس شركة، أعتقد أن يكون عنده أمرين مهمة. أول شيء القدرة على التكيف مع التغيرات السريعة في السوق، وأيضا القدرة على التغيير، أن ممكن اليوم استراتيجية اليوم ما تنفع لاستراتيجية بكرة، عميل اليوم ممكن ما خلاص أحاول أني أستهدف جهة ثانية. الأمرين هذولي مهمة لكل شخص مسوق، أنه فعلا يكون قادر على التكيف السريع مع التحولات التقنية والرقمية. يعني على سبيل المثال اليوم احنا ما قاعدين نناقش التسويق التقليدي والتسويق الرقمي، قاعدين ننتقل إلى موضوع التسويق الجديد أو التسويق الذكي اللي فيه تجربة عميل، اللي فيه AI، اللي فيه VR، كل هذه الأشياء يعني موجودة في قادم الأيام. يعني أنا قبل أسبوع كنت مع شركة سناب شات في أحد الفعاليات اللي خاصة بتجربة العميل، كيف ممكن اليوم أنك تشتري بمجرد أنك توقف قدام الكاميرا كذا وتشوف البدلة أو الملابس عليك وتختار أنه هذا اللون هذا ضبطت عليك، شفت شكلها مناسب، فتصير هنا تسهل تجربة العميل، ما يحتاج أروح المحل ولا يحتاج أني أروح غرفة الملابس عشان أجرب ثم أشيل. يعني اليوم صار التسويق يتطور ويوصل للعميل بشكل أكبر. إذا ما فهمنا هذا الشيء لابد أن احنا نتحول معاه ونتغير. الأمر الثاني اللي هو التكيف، خلاص أنا أتعود أن هذا الأسلوب ما عاد ينفع، أن والله المؤثرين أسلوب لهم فترة، إن القناة هذه لها فترة. اليوم مثلا في السعودية في مجموعة قنوات تواصل اجتماعي لها قوتها، في مصر، في الأردن، في بعض الدول في منصات أقوى، في الصين، في كوريا في منصات. فلما أنا أفهم وأعرف وش كلا على مجاله وعلى اهتماماته، أعرف أوصل لهذه الشريحة بشكل أكبر يعني وأسرع. الجزئية من زاوية ثانية بخلاف النقطتين هذولي، أنت اليوم لما تبغى تؤسس وكالة أو تسعى أنك تتخصص في التسويق، خليك قريب من الناس حقين التسويق.
يعني دائما اللي يبغى يصير ما يشوف ناس ويتعلم منهم عشان ينافسهم لازم يكون قريب منهم. اليوم انا كم اتابع مثلا حقين التسويق؟ تقريبا اغلب الناس المختصه في التسويق انا متابع لهم واشوف وش اخر التطورات في التسويق، الافكار. يعني المقال اللي ذكرته هذا كان نتيجه بحث، الموضوع ما هو ان انا فجاه كذا اكتشفت ان الناس مهتمه بصناع المحتوى. لما ابحث واشوف ان في توجه للشيء هذا وصلت الى استنتاج، الاستنتاج هذا صار استراتيجيه، بمعنى راح يفيدني اليوم في تسويقي. لو تجيني بكره براند او علامه تجاريه اقدر اسوي لهم استراتيجيه فعلا ناجحه، لاني انا قريب من اصحاب الاختصاص، الابديت عندي مره عالي، قاعد اشوف السوق ايش قاعد يتغير ويتطور، وقاعد اجمع الداتا هذه. جمعت الداتا وحطيتها كملفات، بمعنى والله سلوك الناس في عندنا مثلا في السعوديه، مثلا في تبوك الساعه 9 الطلبات تكون عاليه، في الرياض الساعه 11 تكون الطلبات اعلى، فبكره عشان لو جاني تطبيق توصيل او تطبيق معين اسوي له حمله، حملتي راح تكون الساعه 11 في الرياض افضل ما تكون مثلا الساعه 7، لان هناك في تجاوب اعلى من خلال الاحصائيات ومن خلال البيانات اللي يعني قاعد اوصل لها قبل اني ابدا بهذه الحملات. تمام. طبعا يعني كلها طبعا نصائح، اعتقد ان شاء الله الطلاب بيكونوا استفادوا منها جدا. انا يعني شخصيا ارهقت حضرتك في الاسئله، لكن اترك المجال، هم الطلاب كاتبين بعض الاسئله في الكيو اند اي، فنستاذن حضرتك بس الرد عليها. استاذه اميره اتفضلي. تمام استاذه اميره. عفوا قاعدة أتكلم والمايك مغلق. شكرا جزيلا أستاذ عصام، كانت الندوة جدا ثرية. الله يعطيك العافية. نبدأ في أول سؤال. أنا فتحت مشروع تسويق الملابس، هو شيء متوفر في السوق بكثرة، لكن كيف يمكنني تسويق أفضل لمنتج من غيري؟ طيب التسويق للمنتجات يعتمد على أمرين، أول شيء القيمة المضافة، وش قاعدة تقدمين؟ ليه أنا بشتري من عندك وما أشتري من غيرك؟ وما أتكلم عن جودة المنتج ونوعية الملابس، ممكن يكون القيمة المضافة إن البراند كذا فخم، إن البراند بسيط، إن البراند دائما ذا ينفع يكون هدية، مثلا البوكسينج عندكم أو التغليف، الباكجينج مرة مختلف، العبارات التسويقية جميلة، هذا واحد. الأمر الثاني الميزة التنافسية. طيب أنا ليه بشتري من عندك ما أروح أشتري من شي إن؟ طيب شي إن يمكن أرخص وخيارات أكثر، وش اللي عندك يعني مفقود في البراند الثاني؟ ولما تقولين وش اللي عندك ما هو عند غيرك، يفترض أن هذا الشيء أقدر أشوفه، يعني ما تقولين لا هو عندي أشياء أحسن. طيب وش عندك؟ لازم توصلني اليوم كعميل من خلال التسويق، توصلني الرسائل هذه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة توضح لي هذا الأمر. هذا الجواب باختصار عشان ما أطول. لك سيكولوجية التسويق تعود إلى فهم علم النفس للفرد، وما هي العوامل التي تؤثر فيه لتسويق السلع والخدمات؟ هل هذه صحيح؟ وهل تختلف الحملات التسويقية باختلاف المجتمع أو المنطقة، بما أنه سيتم بناء الحملة على أساس سيكولوجي؟ يعني أنا ذكرت يمكن الأمثلة، وذكرت يعني على بناء على سلوكيات الناس بس داخل المناطق تختلف، فما بالك على صعيد الدول، على صعيد مثلا ثقافات مختلفة. اليوم مثلا إعلان المراعي أو مثلا إعلان مثلا ماكدونالدز في أمريكا غير ماكدونالدز اللي صار في السعودية، الإعلان مختلف مع أنه هم نفس البراند ونفس المالك مثلا الرئيسي، لكن الإعلان هنا جاي يناسب ثقافة المجتمع السعودي، اللي في مصر يناسب ثقافة المجتمع المصري، اللي في دبي يناسب ثقافة المجتمع هناك والانفتاح الأكثر. دائما السيكولوجيات هذه إذا فهمناها نقدر نوصل. يعني أنا كتابي سيكولوجيات التسويق العنوان الفرعي له الفوز بقلب العميل، يعني أنا كلما فهمت الناس كيف تفكر كيف ممكنني أوصل لهم، راح أوصل وفعلا راح يقتنع العميل، لأن حس إني فاهمه. عرفت اللي لما تسولف مع شخص يقول لك ايه صح، ايه هذا اللي يبيه، يفترض العميل يجيه نفس الشعور هذا وهو قاعد يشوف منتجك او الشيء اللي انت قاعد تسوق له. صحيح. طيب كيف نسوق للمنشآت الطبية زي المختبرات؟
هنا في أكثر من وسيلة. موضوع العلاقات مهمة، موضوع الإيميلات اللي ترسل للجهات، التسويق عن طريق البريد الإلكتروني، أكواد الخصم، خصومات خاصة للقطاعات مثلا عسكرية، لقطاعات حكومية، لقطاعات، عقد اتفاقيات مع شركات خاصة بحيث أن يصير ميزة أن الشركة هذه تقدم خدمات صحية للشركة، أيضا تقديم باقات يعني تنفع اني انا استخدمها على شكل دوري، مو بس لسلامتي، لا ممكن حتى للوقاية. الامور هذه تحتاج صناعة منتج اكثر مما هي بس تسويق. صحيح. طيب يا ليت يعيد لنا الأستاذ عناصر التكاملية. عناصر المزيج التسويقي اذا تقصد كذا او يقصد كذا، اللي هي المنتج يسمونها الفور بيس، لانها كلها تبدا بحرف البي، برودكت، برايس، بروموشن، اللي هي المنتج، التوزيع، التسعير، الترويج. كيف أعرف بأن هذه المنصة أفضل من الأخرى للترويج؟ من خلال التاثير ومن خلال يقولون الذكي من اعتبره بغيره. فانا لما اسوي حمله واكتشفت ان من الناس يقولون والله المنصه هذه ما جابت لي، خاصه اذا كان شخص منافس لي وشفت انه ما قاعد يحقق. وحتى انا يعني قبل اجرب، يعني اليوم لو سالتكم مثلا المطاعم وين ممكن ابحث عن مطاعم كويسه في منصات السوشيال ميديا، الغالب راح يقول لي الانستغرام. ما في احد راح يدور مطاعم مثلا في تويتر او مثلا في التيك توك، وتختلف من دوله لدوله. مثلا تويتر في السعوديه افضل من انستغرام في الكويت، والعكس صحيح، الكويت مهتمين بالانستغرام اكثر من تويتر. السعوديه الحين مركزه على سناب، هم لا زالوا سناب وانستغرام. فدائما لما أفهم سلوكيات الناس وين يتواجدون، راح أعرف وش المنصة الصحيحة اللي تناسبني. هل التسويق له علاقة بالعلاقات العامة؟ هو جزء منها. اليوم عندنا كليات اسمها كلية الاتصال التسويقي، والاتصال التسويقي هو مزيج ما بين التسويق والعلاقات العامة. السلال المتروكة بوجود خدمة الدعم ممتازة. ما سمعت وش؟ السلال المتروكة بوجود خدمة الدعم، هل هي ممتازة؟ السلال المتروك انك تعيد تواصلك معهم ترى امر مهم اذا كان هذا المقصود فيه. دائما المتابعه معناه هو شخص قرر يشتري بس في شيء وقف، معناه او نسى او انشغل او حس انه لا يمكن يلقى ارخص. فانت لما تعيد استهداف السلال المتروكه ترى تفيد بشكل كبير. موضوع كثرة السلال أو السلات المتروكة والزيارات العالية للموقع، ولكن عدم وجود عمليات شراء فعلية، كيف يتم التعامل معها في ظل أن الخدمات لدعم العملاء جيدة وخدمة التوصيل سريعة؟ هنا في مشكلة. دائما لا تبحثوا عن الميزات، إذا صارت عندكم مشكلة نبحث عن وش الخلل. يعني من المواقف، في أحد البراندات عنده فندق شقق سكنية، فكان يبحث وش المشكلة، ما في زباين. يوم بحث تخيل وين الكارثة، اكتشف إن في شخص كذا عدو له أو شخص بينه وبينه مشكلة قاعد يحجز في بوكينج حجوزات وهمية وما يجي، فبس يخلي الفندق كأنه فل، وذاك يحس انه ما يجي زباين. فاحيانا تكون مشكله بشخص، او يكون مشكله خلل اداري، او يكون مشكله ان كل ما سويت اعلان يلقون الخيار البديل، او انت كلماتك المفتاحيه فيها خلل، فيبدا يطلع لهم منتج ارخص وافضل. يعني احيانا لو كتبت البراند وطلع لك بعد ما تدخل الاعلان يجيك براند مشابه وارخص. فاحيانا تكون هذه جزء من المشكله، التسعير، المنتج، التعليقات، ما فيه السي تي اي اللي كول تو اكشن، كيف تحفزني على اني انا اتخذ القرار فعلا واستغل الفرصه واشتري. كل هذه تحتاج دراسه، هل في اعلانات مؤثرين قاعدين يزنون على راسهم الين يتخذون القرار. فهذا جزء من يعني الاخطاء اللي لازم الواحد ينتبه لها. كيف أخلي مشروعي الإلكتروني ينجح وش المنتجات المرغوبة؟ الموضوع طويل، يعني ما انا دائما احنا قاعد احاول اجاوب باختصار. يعني اللي عنده يبغى استشاره كامله يقدر يتواصل معي بشكل شخصي. لكن المنتجات اليوم هي اللي عليها طلب، وكل ما كنت انت ابتكاري وقاعد تصنع شيء في فكره. يعني انا ممكن اليوم اجيب حتى منتج ورد، بس الورد يا كثر المحلات، جاني واحد والله بسوي بوكسات الورد تقعد 5 ايام وما تحتاج مثلا مويه، والله هنا في فكره جديده. جاني متجر ثاني سوى الورد الصابوني،
بريحة الصابون ومن خلال منتجات الصابون. هنا في تحرك لأنه في منتج، فدائما الابتكار هو جزء من التسويق ونجاح المنتج. وش القيمة المضافة الممكنة لمشروع اكسسوارات؟ مشروع ايش؟ اكسسوار هنا هي ابخل صاحبة المنتج يوم الاكسسوارات، مثلا حتى في الذهب او الالماس او حتى الفالصو، كل واحدة قاعدة تشتغل على ميزة، الهبة، الترند، الذهب الابيض، يكتبون اسم، في حساس يجيب لي ينفع لاثنين شخص مثلا ازواج او احباب او غيره. يعني دائما حط قيمة تخلي لا تقدر تسوق، ما ينفع اقول لهم انا عندي سوارة ولا عندي خاتم، طيب وبعدين؟ اليوم لا تبيع لي كذا، لازم تصنع قيمة وتفكر فيها انه ترى ينفع هذا لهدايا الزواج، ينفع لهدايا الملكة، ينفع لهدايا الخطوبة. برر، يعني دائما فكر بالنيابة عن العميل، عشان العميل احيانا ما يفكر. يعني احيانا في منتج، فكرة المنتج يستخدم فيه كذا، الناس تستخدمه في شيء ثاني تماما، بس مين اللي يسوق؟ الشركة نفسها والبراند قاعدة تسوق بذكاء، تخلي الناس هم يسوقون ذا الشيء، لأنه ما ينفع تحول طريقة الاستخدام بشكل كبير. دائما اصنع شيء حتى لو أن الشيء هو عادي، أساسه هو خاتم أو اكسسوار معين، لكن لا ترى ينفع لكذا وينفع لكذا وينفع لكذا. طيب، إيش المهارات اللي ممكن أدرسها بجانب التسويق الرقمي لكي تعزز مهاراتي في التسويق؟ التسويق لابد يكون عندك مهارات التواصل، مهارات الـ تكون عندك علاقات جيدة، يكون عندك تفهم العالم الرقمي بشكل يعني جيد. هذه يعني أبسط الأشياء يعني. وكمان كنت شخص تفهم سلوكيات الناس وسريع في موضوع التواصل، و يعني الفهم في الشخص اللي قدامك. إذا عندي تطبيق في بائعين لكنه يفتقر للمشترين، لا توجد عمليات شراء، كيف أقنع الناس يشترون؟ ومثل ما اقنع البائعين يجون وهو فعلا ما في مشترين، اتوقع انه راح يقدر انه يحقق العمليه العكسيه. لكن دائما كل واحد يجي بهدف. يعني انت اليوم لما خليت البائعين يجون، فانت اكيد اغريتهم بشيء، وش اللي خلاهم يجون؟ حطيت لهم طعم ان تراه بيصير كذا وبيصير منفذ بيع. طيب المشتري كيف ممكن تخليه يجي؟ ترى المويه اللي هناك تراها عندنا بنص ريال، هناك ب1 دولار مثال. فيبدا العميل يجي، أعطني إغراءات للعميل في الأخير إنه يتواجد. أنا عندي كونسبت ستور، كيف أسوق له وأجذب عملاء ويصير عندي مبيعات عالية؟ عندها متجر ولا وش؟ ما سمعت أول شيء. كونسبت ستور طيب أرجع وأقول التسويق إذا كان المنتج جيد والقناة اللي أنت اخترتها فعلا هي مناسبة، تبدأ من خلال الحملات الترويجية وتختار المنصة اللي فعلا تحقق لك الهدف. يعني في ناس ما عنده سيولة عالية في موضوع التسويق، فأفضل أن يشوف منصة أقل تكلفة وأسرع نتيجة، مثل التيك توك وإنستغرام. سناب أعلى تكلفة، تويتر أعلى تكلفة، وهكذا. نحن شركة تصوير فوتوغرافي، أطلقنا موقع إلكتروني غير موجود مثله في السعودية، وأغلب منافسينا هم من دول الخليج. عملنا كثير إعلانات جوجل تركز على البحث، وكذلك حملات على الإنستا، لكن المردود ضئيل جدا. فما هو الحل البديل، وكيف نجهز خطة تسويقية ناجحة تعود بالمزيد من زيارات الموقع وعمليات الشراء؟ لازم يصنعون تجربة مختلفة. موضوع التصوير يعني هي مو فكرة يعني مستحيلة أو ما هي بواردة، في منافسين لهم. لكن تخيلوا معي لو قالوا والله احنا نقدم خدمات التصوير وعندنا مجموعة من المودلز وهذه حساباتهم وهذه أسمائهم وبسعر خاص، هنا توفرت لي. أو لا، عندنا الاستديو بأكثر من شيء ينفع الجلسات اللي يسمونه هذه الستايل حقت المنتجات. كمان ممكن يكون في اماكن جلسات التصوير للاطفال، للمواليد، جلسات منزليه. يعني ابدا حط منتجات تجيب لك كل الناس، ثم بعدين ركز على الشيء الكبير او الشيء اللي رايح يحقق لك ارباح. ولها اكثر من طبعا من استراتيجيه، ممكن يصير بعدين بيننا ان شاء الله تواصل اذا حبوا. كيف يكون التسويق للدورات التدريبية جاذب للأفراد وناجح؟ الدورات تعتمد على أكثر من أمر. أول شيء الجهة واحد من الأسباب، أن الجهة لها قيمة. لما مثلا والله جامعة معروفة
أو مثلا مؤسسة معروفة، الناس هنا ترغب في الحصول على الشهادة من الجهة هذه، فتصير هي كشخة أو شيء له قيمة. هذا واحد. الأمر الثاني المدرب، أنهم ودهم يتعرفون عليه ويشوفون أسلوبه، وكمان يحسون أنه أخذوا عند المدرب المعروف المشهور الخبير الفاهم. لا، الأمر الثالث أن في شيء يحفزهم من الناس، ممكن يصير دعم مجموعة من أو دعوة مجموعة من الأشخاص في هذه الدورات يسوقون لها بشكل يعني غير مباشر. هذه تقريبا يعني بعض الأشياء. أنا عندي محل أسر منتجة، كيف أسوق له مع أن جنبه محلين أسر منتجة أيضا، وكيف أسوق لمنتج واحد من بين المنتجات الثانية تسويق يجذب العميل؟ تنوع التوزيع، لا تركز على المحلات، تنوع التوزيع وراح توصل لشريحة أكبر وتسوق المنتج إلين يصير عندها متجر. أفضل من سالفة أسر منتجة. اليوم أسر منتجة الهبة تقريبا انتهت، لكن لما نتحول إلى متجر، لما إلى منتج قاعد يوزع، فهنا راح يحقق نجاح أفضل وأكبر. ما هي أنواع التسويق القادمة التي ذكرها غير التقليدي والرقمي؟ التسويق الذكي وتسويق المستقبل. هل ممكن تقدم لنا نصائح لتخصص التسويق والعلاقات العامة؟ ذكرنا مجموعة من النصائح في آخر لكن من باب التأكيد قلنا القدرة على أول شيء الاستمرارية، القرب من الناس أصحاب الخبرة، أيضا المرونة، تكون شخص مرن ولا تقطع علاقاتك حتى مع الناس السيئة. المجال يحتاج شوية صبر لكن فيه فرص، الضغط فيه عالي لكن الإنجازات فيه أكبر، أيضا لذة النجاح اللي فيه توازي وتعادل كمية الضغط النفسي اللي يصير فيه خلال العمل. الناس مثلا في إجازة احنا نشتغل، الناس في يوم وطني احنا نصمم، الناس في كذا وحنا نسوي، فدائما في فرص كبيرة لابد أنك تستغلها ويكون فيها ضريبة طبعا أنك تتحملها. هل يعتبر دراسة سيكولوجية التسويق تثبيط العميل من أجل الالتفات للشركة؟ هو ما تخبيط، هو تحفيز انك تفتح عيونه على اشياء جديده هو ما انتبه لها. يعني انا يمكن قبل كم يوم كنت في احدى اللقاءات والمايك قدامي، فقاعد ادوره اقول وين المايك؟ واحد من الشباب يقول لي استاذ عصام ترى قدامك موجود. انتبهت، تخيلوا ان انا واقف اليوم ما شفت المايك قدامي، يوم نبهني عليه شفته. التسويق هو هذا دوره اليوم في موضوع التسويق العاطفي والسيكولوجيات، انك تفتح زوايا للعميل هو اكيد انه ما انتبه لها او ما شاف انه فعلا راح تكون هي فرصه. يعني اكيد ما احنا ما قاعدين نكذب على الناس او نسوق لهم الوهم، لا احنا قاعدين نسوق نفس المنتج، لكن يمكن تكون ما تنتبه انه ينفع هذا مثلا والله انا ابيع مثلا منتج ملابس في باكج مره جميل ينفع للاخوات مثلا، هديه لزوجه لاخت لام، فلما تتكلم عن النقطه هذه صاحب المتجر انت فتحت عيوني كرجل انه ينفع. احيانا في اعلانات المشاهير عندنا الاشمغه بيقول حتى البنات ترى تقدرين تهدين فيه فلان وفلان، المعلومه هذه خلت مبيعات الشماغ هذا انه تشتريه يشترونها البنات، مع انه المنطق يقول البنات ما راح يشترون شماغ، وش يسوون فيه؟ لما فتح لهم كذا باب انه ترى ممكن تهدين لفلان وترى الباكج مرتب ينفع يوصل هديه، هذا الشيء مره راح يعني يفرق. فدائما احنا نفتح عيون العميل على أشياء تهمه وتقنعه أنه فعلا يقتني هذا المنتج. آخر سؤال، هل ضروري تكثيف الحملات التسويقية عند انخفاض القوة الشرائية؟ إذا كان السبب قلة التسويق إيه، لكن إذا كان الانخفاض في مشكلة في المنتج أو في مشكلة في التوزيع أو في مشكلة في قنوات البيع، لابد إن احنا نشوف إيش المشاكل. يعني التسويق هو مو بحلول، التسويق إما يكون حل إما يكون زيادة إما يكون تطوير، فهذه الثلاث المحاور لابد أني أنا أكون حاطها في الحسبان. أستاذ عصام الدميني، شكرا جزيلا لك ولوقتك، كانت المعلومات جدا ثرية وجدا قوية، وكانت الندوة ملهمة للمشاريع وللطلاب، طلاب جامعة ميد أوشن والحضور الكريم، شكرا جزيلا لك. يعطيكم العافية والتوفيق. برضو بشكر حضرتك لمرة تانية، وإن شاء الله نبارك لحضرتك على الدكتوراه قريبا، وأيضا مؤلفات أخرى جديدة إن شاء الله في مجال التسويق. شكرا جزيلا. الله يعطيك العافية دكتورة، أنت شكرا والإخوان والأخوات جميعا ما قصرتوا، شكرا وسعيد يعني باستضافتكم الكريمة. شكرا جزيلا، السلام عليكم. بالتوفيق في أمان الله.
السادة الحضور، شكرا جزيلا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.